قال إحدى محارمي تعمل في وظيفة وهذه الأيام لديهم دوام يستلزم المبيت في العمل بدون محرم، فهل يجوز وما موقفي من عمل هذا؟ والله دي ما بيجوز لها تبيت، ما بيجوز لها تبيت إلا مع محرم، عرفتها؟ ودي أخواننا للأسف الشديد، لأنه نحن قلنا أخواننا العمل ما بيناسب طبيعة المرأة، ما بيناسب، عرفتها؟ المرأة عندها أعمال وعندها دراسة بتناسبها، ما هي حاجة بتناسبها، فدي أسي ببيتها في الشغل، عرفتها؟ دي عندها حل إنه المحرم بتاعها ده يمشي يبيت معاه، تشيد حيلك تمشي تبيت معاه، أو تمشي تستغيل من الشغل، ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يعوضها خير، فهمت؟ أما هي تمشي تقعد براه، الشغل ده حرام، ما بيجوز تبيت براه. وده أخواننا للأسف الشديد ده من الآثار بتاعت العلمانية جاتنا نحن، من الآثار بتاعتها، إنه ألزمونا نحن كمسلمين إنه ناخد في بعض القوانين، يقول لك لازم أنتوا اضطهدتوا المرأة، أها نعمل شنو؟ يقول لك تدوها جزء في الحكم، وتدوا المرأة جزء في العمل، وتخلوا المرأة تسوق العربية وما عارف تعمل شنو وكذا وكذا إلى آخر. ودي كلها الوظائف اللي بينادوا بها العلمانيين لا تناسب طبيعة المرأة. يعني مثلا هنا مرأة تلقاها قرت مدنية، هتشتغل بقى وين؟ ما بتقدر تشتغل. والله ما تقدر تشتغل. أنت ما بتعرف المرأة ولا شنو؟ ما بتقدر تشتغل. تقدر تشتغل مع الشرام الجماعة اللي بيرفعوا المونة ديل؟ ما بتقدر يا والله هذيك. أنت بتغش في منو؟ داك لو قال لها ما بشتغل. أنت عارف الآن في مهن في السودان قضايا القتل في 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 نساء قاضي، عندك هنا في السودان وفي غيره، في نساء قاضي بدون قضايا الأسرة والطلاق والنفقات والحاجات زي دي، لكن ما في مرة بدوها 130 قتل عمدي، دي ما في مرة بدوها القضايا بتاعت القتل ولا بتاع داعش ديل. تخيل بتاع داعش جاته مرة قاضي، يا زول دي بتقدر تحكم بحاجة أسي؟ الشغل القاضي ده داير ليه زول مالي مركزه بينهر لو قال أدبه ينهروا ليك، والمحامي ينهروا ينهر الغاعة كلها، دار لا زول مالي قاش، لكن المرأة ما بتقدر على الموضوع زي ده، عرفت؟ ربنا قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ما بتقدر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. في برضو في السدود البنوة دي مروي ومين 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 ستات، الصينيين ديل كفار شيوعين جيمدالات، ديل ما بيؤمنوا بإله ولا بيؤمنوا باليوم الآخر، الواحد بيعترف بالمادة بس بحياته الدنيا دي، وإنه بيتحلل والموضوع انتهى عنده هو، عرفتها؟ الناس ديل ما بتلقى عندهم، جابوا معاهم نسوان يشتغلوا معاهم. هسي أمشي الآن أركب أمشي والناس اللي قدامك بوروك ليه؟ لأن يا أخواننا دي شغلة ما بتليق بالمرأة وما بتقدر عليها، فهمتها؟ عشان كده الآن في قوانين الأمم المتحدة في القانون بتاع حقوق المرأة، لما تجي تقرأ في قوانين الأمم المتحدة في مسألة اسمها حقوق المرأة، عرفتها؟ في القوانين بتاعت الأمم المتحدة قاموا جابوا حاجة اسمها التمييز، نقطة سموها التمييز الإيجابي للمرأة. التمييز الإيجابي منها إنه المرأة قالوا عندها في كل فترة عندها إجازة بتاعت ولادة وإجازة بتاعت رضاع وإجازة بتاعت كده، مع إنهم هم ذاتهم العمل والكلام ده بيقول لك المساواة بين الرجل والمرأة. طيب انت دار تساوي بين الرجل والمرأة، عملت تمييز للمرأة عن الرجل ليه؟ قالوا لا ده تمييز ايجابي. ليه؟ لانه عارفين انه المرأة والراجل شنو يا اخوانا؟ ما واحد يا اخ، ما واحد. اسي مثلا السواقين بتاعنا الشحنات والدفارات والزيت اس والزيت واي وما اعرف ليك شنو ديل، هل بيكون فوقه سواق مرأة؟ سواق مرأة؟ ما برضو الرجال يعملوا حقوق تحرير مجني؟ تحرير الرجال ما يعملها برضو. ليه بس الرجال يكونوا هم السائقين زيت اس وتلقاه تعبان وفي واحدين بيبلعوا لهم حبوب ثلاثة يوم يساهر وكذا؟ ليه؟ عرفت؟ عشان كذا في شغل بيليق بالمرأة وفي شغل بيليق بشنو؟ بالرجال. فدي أخواننا من المصائب، أنتوا ربنا يحل غايد. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.